تحت عنوان لغتنا العربية واستنهاض الأمة، نظمت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالتعاون مع فرع اتحاد الكتاب العرب أسبوعا ثقافيا على مدرج كلية الحقوق بالحسكة. حقيقة هذا الملتقى الثقافي الحواري هو ملتقى غني بالفكر وبالثقافة وما يقدمه زملائنا في هذا المؤتمر من قضايا تخص اللغة العربية وتشوهاتها وما يهم الأمة من هذه اللغة العربية. هذا المهرجان في جانبه الآخر يحتفي باللغة العربية، واللغة العربية هي الوعاء الفكري والحضاري والتاريخي للأمة، بمعنى إنها المجسد لهوية هذه الأمة. اللغة العربية هي الحامل الرئيس للثقافة، ولا يوجد ثقافة بدون لغة، والله سبحانه وتعالى خص اللغة العربية بتنزيل محكمه بهذا اللسان العربي على لسان الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام. ساهمت بقصيدتين تتضمنان أحوال القطر العربي السوري والمحافظة المحاصرة من قبل الميليشيات الإرهابية. عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الدكتور قحطان فلاح أشار إلى أن الأسبوع تظاهرة ثقافية وعلمية تهدف إلى تسليط الضوء على ما تواجه لغتنا العربية من تحديات وصعوبات وسبل التصدي لها، مؤكدا على أن نهضة الشعوب من نهضة لغتها. والهدف من هذا الأسبوع الثقافي أو من هذه التظاهرة الثقافية التنويه على التحديات والصعوبات التي تواجه لغتنا العربية وسبل مواجهتها، وتعلمون أن نهضة الشعوب تكون بنهضة لغتها. الأسبوع الثقافي يتضمن تقديم عدد من المحاضرات والندوات المتخصصة في اللغة العربية يشارك فيها عدد من الباحثين، إضافة إلى لقاءات شعرية ومعرض للكتاب. أحمد الحمدوش لإخبارية السورية، الحسكة.